السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي تاني حلقة لينا في موضوع تصميم الإضاءة. المرة اللي فاتت اشتغلنا على بلان معماري، بدأنا إن احنا نستخدم برنامج الدايلكس في عمل الحسابات، يعمل حسابات الإضاءة. بعد كده استخدمنا برنامج الكاد الأوتوكاد عشان نقدر نرسم الكشافات دي على لوحة سوفت كوبي، بعد كده يتم طباعتها، بعد كده يتم تنفيذها بمشيئة الله تعالى. طيب نشوف بس اخر حاجة احنا كنا عملناها المرة اللي فاتت. هفتح الشغل بتاعي اللي انا عملته اخر مرة، كان بالمنظر ده، ان انا استخدمت برنامج الدايلكس، عارف ان المكان ده هستخدم فيه وليكن 6 كشافات بالمنظر ده، والمكان ده كان مكتب برضو استخدمت فيه 4 × 4 ب16 كشاف من النوع اللي كان 3 × 14 TL5. خلاص، كان 3 × 14 TL5. طيب هل كده شغل خلص؟ خلص؟ لا، شغل لسه ما خلصش. انا هعمل فريز بس كده لير الحاجات اللي انا مش محتاجها. خلاص، طيب المفروض الكشافات الصفراء دي اللي طلعت من فيليبس ان انا ما اطبعهاش بالمنظر ده، لا، انا بعمل ليجند خاصه بيا، اشكال ورموز للكشافات، للمفاتيح، للوحه بتاعتي، للكابلات، للكلام ده، بعمل رموز خاصه بيا ببدا ان انا اشتغل بيه. طيب الكشاف ده اللي كان طالع من فيليبس واللي خرجناه باستخدام الدايلكس، بعد كده ده كشاف 4 او 3 × 14، فانا بعمل رمز خاص بيا وليكن بالمنظر ده. ده عملته رسمته عادي خالص بس بنفس الابعاد بتاعه كشاف فيليبس، وبدات ان انا استبدل الكشافات الصفرة دي بنفس اماكنها واحط مكانها ايه الكشافات دي. طيب دلوقتي انا عايز اغير كل الكشافات دي، اخليها، ما هي دي نفس النوع، كل الكشافات دي من نوع واحد، يبقى هيكون نفس الشكل. يبقى دلوقتي ممكن ان انا احدد ده كده، احدد الكشافات اللي انا عملتها دي وابدا اعمل لها كوبي تحت، هعمل سي او وانتر، وابدا اختار نقطه بيز بوينت وليكن هي النقطه دي، وابدا اسحبهم فين؟ تحت وتحت برضو كده، وكذلك هنا كده. خلاص تمام يا باشمهندسين. ابدا برضو الكشافات دي من نفس النوع، اقدر ان انا اخد اي كشاف من هنا، ممكن اخد ده كوبي، احدد ده كده واعمل له سي او عشان اقدر اعمل كوبي وانتر، واخد من نقطه بيز بوينت عشان برضو احطها في نفس الايه البيز بوينت اللي انا خدتها منها. خلاص كده، واحطها برضو كده، واعمل سبيس او اسكيب عشان اطلع، وبعد كده ممكن احدد الكشافين دول كده واعمل لهم ايه كوبي، واجيبهم برضو ايه تحت. خلاص، هاخد بيز بوينت واسحبهم واحطهم فين؟ هنا كده. تمام. بعد كده يا باشمهندسين هعمل فريز اخفي الكشافات الصفراء وما اطبعهاش، انا اطبع الكشافات بس اللي هي ايه اللي انا عاملها دي. هعمل فريز واخفي الكشافات الصفراء، ادي اصبح قدامي الكشافات اللي انا عملتها بنفس الاماكن بتاعه فيليبس اللي انا عملت حساباتي على اساسها. طيب بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده اللي حضرتك مفروض تعملها؟ الخطوه اللي بعد كده المفروض ان انا اعمل حاجه اسمها الوايرنج. الوايرنج اللي هو ان انا بعمل مجموعه كشافات مع بعض بحطهم في سيركت واحده. مجموعه كشافات مع بعض بحطهم في سيركت واحده معناها ايه؟ معناها ان انا حطيت مثلا 10 كشافات على لينيا واحده، معناهم ان هم ليهم معنى، ان ال 10 كشافات دول على سيركت واحده معنى كده ان هم بيكون ليهم سيركت بريكر في لوحه الكهرباء بتاعتي. السيركت بريكر ده ممكن استخدمه ان هو يفصل ويوصل الدايره، يفصل كل الكشافات دي مع بعض ويوصلها، وكذلك انه بيكون على سيركت واحده لو حصل عطل في كشاف فيهم فبيحصل تريب في السيركت بريكر. في قواعد لعمل كام كشاف على لينيا والكلام ده، وليكن عدد الكشافات المسموح بيها على لينيا اقصى حاجه وليكن 10 كشافات علشان الفولت امبير في اللينيا ما يزيدش عن كام؟ عن 1000. طيب دلوقتي انا عايز اعمل وايرنج. عشان اعمل وايرنج يا باشمهندسين المفروض ان انا ما بشتغلش بنفس اللون ده او نفس اللير بتاعت اللايتنج، لا، انا بعمل لير جديده على الاوتوكاد بسميها وايرنج. بعمل لير، طب هعمل لير ازاي؟ هكتب ال ايه، ال ايه، هيقول لي، هيجيب لي قائمه اللير، بضغط هنا كده يا باشمهندسين بيقول لي نيو لير، هضغط عليها وابدا اعمل وايرنج.
اكتب وايرنج، وممكن اخلي الوايرنج ده وليكن اختار من الكالر كده، وليكن اختار اللون ده واعمل اوكي. كده عملت الوايرنج بتاعي. طيب اجي ارسم، لازم افتح اللاير بتاعت الايه الوايرنج. هو دلوقتي على لاير اللايتنج اللي هي الكشافات، يبقى هفتح اللايرز من هنا وابدا اختار وايرنج. بعد كده المفروض ان انا اعمل وايرنج، اوصل مجموعه الكشافات دي ببعض. اوصلها ازاي يا باشمهندسين؟ في كذا طريقه لعمل الوايرنج، بس احنا هنستسهل عشان موضوع الفيديو بس وما يطولش شويه، ان انا ممكن اعمل لاين واسحب كده لاين من هنا كده واعديهم، اخليه يمشي اورثوجونال بالمنظر ده. خلاص ممكن امشي كده مفيش مشكله. وليكن هنخلي الاوضه دي على لينيا واحده، يبقى انا وصلت مجموعه الكشافات دي بلينيا واحده. المفروض بقى ان انا اظبط اللينيا دي ما اخليهاش بالمنظر ده. فالمفروض مثلا ان انا بوصل بين الكشاف ده والكشاف ده والكشاف ده، اوصل الكشافات دي. طيب في حاجات انا عايز اشيلها، استخدم امر في الاوتوكاد اسمه تريم، ان انا هكتب بس تي ار وانتر واعمل سيلكت اوبجكت تو تريم، ان انا ممكن اعمل كليك يمين كده وابدا اضغط على الاجزاء اللي انا مش محتاجها. انا مش محتاج الجزء ده ولا ده ولا ده، خلاص، ومش محتاج برضو الاجزاء دي. طيب ولا ده برضو مش محتاج كل الكلام ده، معلش الموضوع بسيط جدا، انا بحاول انجز يعني. خلاص كده عملت الايه، بدأت ان انا اظبط اللينيا شويه. طيب ايه رايك يا باشمهندس، انا ما بحبش ان الزاويه تكون 90 هنا، انا بحب ان يكون السلك بتاعي في شكل ارك. في شكل ارك ده بستخدم امر اسمه فيلت، اف فيلت، واعمل انتر وقال لي سيلكت فيرست اوبجكت. هضغط هنا كده وهضغط هنا كده، انا عايز ده يبقى بقوس. فلو بصينا تحت هنبص نلاقي الريديوس بتاعتي كام؟ زيرو. فانا بضغط على ريديوس دي وببدا ادخل ريديوس يتناسب مع الرسم بتاعي، وليكن نخليه 4 من 10 عشان لوحه هنا بالمتر، وانتر وابدا ان انا اضغط هنا كده. قال لي الريديوس لارج، انا ممكن اضغط تاني واخليه مثلا 2 من 10. ادي الريديوس وادي 2 من 10 وانتر. وهاجي هنا كده يا باشمهندسين، ادي فيلت وادي الريديوس، اخليه 2 من 10 وانتر، واضغط ادي سيلكت اوبجكت وادي السكند اوبجكت. فعملوا بالمنظر ده، عمل قوس او كده. خلاص وهاجي هنا عشان اعمل فيلت، هعمل بس اضغط ارجع لاخر امر انا كنت شغال عليه سبيس، واضغط هنا كده وادي هنا كده، كده عملت ايه؟ فيلت. فاصبحت اللينيا شكلها كويس يعني نوعا ما، تمام؟ دي يعتبر لينيا. طيب المفروض بعد كده يا باشمهندسين، هل الكشافات دي وهي مع بعض كده هتنور وتطفي مع بعضها؟ لا. طيب دي لينيا، دي من خلال دي بتروح لينيا بتشاور على اللوحه بتاعتي. المفروض ان انا بعمل في اخر اللينيا او في بدايه اللينيا حاجه اسمها هوم ران، سهم بيشاور على اللوحه بتاعتي. طيب اللوحه بتاعتي دي بتبقى موجوده فين؟ وليكن موجوده هنا في الطرقه، موجوده هنا كده مثلا لوحه الكهرباء. يبقى لوحه الكهرباء دي اعملها ازاي يا باشمهندسين؟ لوحه الكهرباء بتبقى عباره عن ريكتانجل ار اي سي وانتر، وابدا ارسم حاجه في شكل مستطيل كده. المفروض ان انا اعمل لها لير ثانيه بس احنا ايه؟ مش الوقت. بس ادي لاين وبرسم خط من هنا لهنا كده، وبعمل تهشير هاتش. لحظه ممكن اخد السوليد ده، تمام. ده شكل اللوحة بتاعتي. المفروض ان انا اخلي اللوحة بتاعت الكهرباء دي بلوك، واسميها مثلا ديستريبيوشن بورد بتاعتي، واختار نقطة بيج بوينت وليكن هنا كده، واعمل اوكي. خلاص دي اللوحة بتاعتي، هعمل لها موف بس عشان احطها على الحيطة على طول، وليكن ده مكان لوحة الكهرباء بتاعتي. خلاص. طيب ده مكان لوحة الكهرباء. المفروض لوحة الكهرباء دي فيها ايه يا باشمهندسين؟ فيها سيركت بريكرز، قواطع. القواطع دي بتبقى موجودة، دي لوحة فرعية. القواطع دي بتبقى مثلا للإضاءة، بتبقى وليكن الستاندرد بتاعها بيكون 10 أمبير وليكن. طيب
السيركت بريكر بيكون 10 امبير في اللوحه بتاعتي. طيب اللينيا دي او السيركت واحد دي بيكون ليها سيركت بريكر هنا، واللينيا 2 بيكون ليها سيركت بريكر. يعني لو 10 لينيات هيكون ليها 10 سيركت بريكر، وبحط مثلا 2 او 3 امبير. خلاص. طيب المفروض بقى ان انا لو في مبنى كبير او كبير شويه بيكون في لوحه هنا، وممكن يكون لوحه في مكان تاني، فانا عايز اعرفه ان اللينيا دي بتشاور على اللوحه دي، او بعرفه ان اللينيا دي ليها سيركت بريكر في اللوحه دي. فبعمل ايه؟ بعمل سهم اسمه هوم رن. هوم رن ده ان انا بستخدم امر بولي لاين بي ال وانتر، وببدا ان انا من بدايه اللينيا او اخرها، واعمل ادي A انتر وادي S انتر، واختار تاني نقطة وادي تالت نقطة، وابدا اعمل الارك ادي W انتر، واحط له مثلا راديوس 2/10 وادي 0 انتر. كده عملت السهم. انتوا ممكن تعملوه باي طريقة تانية بس انا بعرفكم بس. خلاص. يبقى دلوقتي عملت لينيا حطيت عليها 6 كشافات، وعملت سهم اسمه هوم رن بيشاور على اللوحه بتاعتي، بعرفه ان اللينيا دي ليها سيركت بريكر في اللوحه ده في اللوحه دي. طيب بعد كده يا باشمهندسين انا عايز اتحكم في الاضاءه في المكان، فبستخدم مفتاح وليكن اللي هو بنسميه وان واي تو جانج. وان واي تو جانج ان انا عايز دول كده ينوروا بمفتاح ودول بمفتاح. وان واي تو جانج، وان واي يعني اقدر اتحكم في اضاءه الكشافات دي من مكان واحد بس. خلاص. تو جانج يعني مفتاح ليه زرارين او لقمتين. خلاص. طب المفتاح ده شكله ايه يا باشمهندسين؟ وليكن هنعمل لير جديده وادي نيو لير وهسميها سويتش. خلاص. وهخلي لونها وليكن بالمنظر ده. او بص يا باشمهندسين انا عندي مشروع اشتغلت عليه قبل كده، ممكن اجيب منه المفتاح على طول ونشتغل بيه. طيب المفروض ان انا بقى هنا اتحكم في الاضاءه. اتحكم في الاضاءه عن طريق ان انا اجيب سويتش، مفتاح عادي جدا. المفتاح ده بيبقى موجود جنب الباب هنا. ولنفترض احنا عايزين الثلاث كشافات دول ينوروا مع بعض والثلاثه دول ينوروا مع بعض، يبقى محتاج ان انا اجيب مفتاح تو جانج زرارين، يعني زرار ينور دول وزرار ينور دول. طيب وان واي قلنا ان احنا بنتحكم في الاضاءه من مكان واحد. طيب انا ممكن دلوقتي ارسم المفتاح او ان انا اجيبه من مشروع اشتغلت فيه قبل كده، وليكن انا عندي ليجند، ممكن اجيب ده شكل مفتاح، ده شكل مفتاح بنسميه وان واي تو جانج. وان واي يعني اتحكم في الاضاءه من مكان واحد، تو جانج يعني زرارين. ممكن احدد ده كده واخده كوبي، لا ما ينفعش كوبي، كنترول احدد المفتاح بالمنظر ده واعمل كنترول شيفت سي، واخد من اي نقطه كده وافتح المشروع بتاعي اللي انا شغال عليه واعمل كنترول في. خلاص. وابدا احط المفتاح بتاعي وليكن عند الباب بالمنظر ده، يبقى ده المفتاح اللي هيتحكم في الاضاءه دي. طيب ايه اللي فاضل يا باشمهندسين؟ فاضل ان انا دلوقتي اعرفه ان دول بمفتاح ودول بمفتاح. هو الموضوع ممكن يبقى ظاهر واضح، بس نوضحه اكتر ان انا ممكن ادي دول رمز ودول رمز، واحط الرمزين هنا على المفتاح. طيب الرمز ده من خلال امر تكست، انا ممكن اجيب اي تكست، انا ممكن دلوقتي اجيب اي تكست من هنا كده، اعمل له كنترول شيفت سي واخده عندي في المشروع بتاعي، او ان انا اعمل تكست. احنا مش هنتكلم في تفاصيل الاوتوكاد دلوقتي، بس ممكن اعمل كنترول في للتكست ده هنا كده، وابدا اضغط دبل كليك عليه واعمل له تعديل، دبل كليك على التكست ده واكتب ايه مثلا. خلاص. وابدا اخد الرمز ايه ده، اعمل له كوبي سي او انتر، واخد ده احطه هنا كده، وادي ايه وادي ايه. في مشكله، يبقى الرمز ايه ده هينوروا مع بعض. طيب واعمل ايديت على ده واسميه بي. خلاص. وابدا اخد ده كوبي واحطه هنا كده وهنا كده. ممكن احرك ده شويه عشان يبقى شكله كويس، يعني اعمل له موف هنا كده. خلاص. بعد كده هاخد اي حرف من دولي واعمل له كوبي احطه هنا كده، وابدا اضغط عليه دبل كليك واسميه A وB. يبقى دلوقتي انا عملت
حسابات الإضاءة باستخدام برنامج دايلكس، وعرفت إن عدد الكشافات المطلوبة في المكان ده 6 كشافات. المفروض بعد كده خرجتهم على لوحة كاد، بعد كده خدتهم فرشتهم على البلان المعماري، بعد كده المفروض إن أنا أعمل وايرنج، إن أنا أوصل مجموعة كشافات ببعض، وصلتهم ببعض بالمنظر ده لينيا واحدة. في تفاصيل كتير جدا بس ده اللي أنا أقدر أقوله دلوقتي. وصلتهم ببعض، عملت سهم اسمه هوم رن. الهوم رن ده بيشاور على اللوحة بتاعتي، اللوحة دي فيها سيركت بريكرز، كل سيركت بريكرز بيغذي لينيا. طيب الهوم رن ده المفروض ان انا اكتب عليه بقى L1 اللي رايح على اللايت بانل او الديستريبيوشن بورد بتاعتي، واسمي دي الديستريبيوشن بورد. المفروض بعد كده اتحكم في الاضاءة عن طريق السويتش، وده قلنا هنستخدم سويتش وان واي تو جانج. وان واي يعني بتحكم في الاضاءه من مكان واحد، تو جانج يعني زرارين. طيب انا عايز اعرف اللي هينفذ اللوحه بتاعتي الكشافات دي هتنور منين والكشافات دي هتنور منين. ما انا لو ما كنتش حطيت الرموز دي ما كانش هيبقى عارف ان الكشافات دي هتنور مع بعض ولا دي مع بعض. فديت الثلاث كشافات دول رمز وليكن A، والثلاث كشافات دول رمز وليكن B، وكتبت هنا A و B. فدلوقتي الموضوع بقى واضح، وكذلك الموضوع ده هيتم على باقي المشروع بالمنظر ده. طيب في اماكن انا اتحكمت دلوقتي بالمفاتيح، طيب في اماكن زي البنوك، زي المستشفيات او كده، ممكن في عميل يدخل مش من المفترض انه يقابل يعني في البنك. ما ينفعش ان انا ادخل البنك كده اقعد اولع في النور واطفي النور باستخدام مفاتيح، لا، هما ما بيدوش فرصه للعميل انه يدخل يتحكم في الاضاءه. فبيتم التحكم في الإضاءة عن طريق لوحة اسمها لايت كنترول بانل، بتبقى موجودة جنب اللوحة دي، بيقدر يتحكم في الإضاءة الموجودة في المكان الشخص اللي هو موظف أو مسؤول عن المكان. إن شاء الله في حلقات جاية هنبدأ نكمل موضوعنا في تصميم الإضاءة وتصميم أعمال الباور وتصميم السنجل لاين دياجرام، وإن شاء الله يكون معانا كورس أوتوكاد كامل. بس أرجوكم يا ريت تتابعوا الفيديوهات، علشان لو لقيت فيه نسبة مشاهدة عالية او كده فان شاء الله هكمل، لان ما ينفعش ان انا اشتغل ومحدش ما يكونش حد متابع، يبقى الكلام اللي انا بقوله ملوش لازمة ومحدش عايز يسمعه. واستودعكم الله، وان شاء الله نلقاكم في حلقات جاية ان شاء الله.